طيب شباب تسمع معايا بسرعه عشان نخلص الجزء بتاع اللايف عليه بسرعه. بص يا الجزء بص بتاع النهار. طيب بص يا تسمع معايا شباب. طيب الجزء بتاع ان شاء الله هو جيومتريك ريبريزنتيشن اوف سيجنال. ايه المقصود بالجيومتريك ريبريزنتيشن اوف سيجنال؟ ببساطه يا شباب ان انا عندي سيجنال عايز اعمل لها ريبريزنتيشن بمجموعه من الاورثوجونال سيجنال. يعني انا عندي سيجنال عايز اعمل لها برزنتيشن مجموعه منين؟ الاورثوجونال سيجنال. طبعا يا شباب تحط الحاجات دي تحطوها فين؟ تحطوها في الويف. وانا يا شباب لما انا عندي فيكتور عايز امثل الفيكتور ده. ايه طرق البرزنتيشن اوف فيكتور؟ انتوا خدتوا ثلاث انواع من البرزنتيشن اللي هو السلندريكال والسفيكال وكان اخر واحد هو الاكس واي وزد. بالظبط شباب. يبقى احنا دلوقتي لو انا عندي فيكتور ممكن امثله بكام طريقه؟ وانا في عندي فيكتور بالشكل ده. الفيكتور ده لو انا عايز اعبر عنه مش ممكن اعبر اقول ان الفيكتور ده ليه فاليو في الاكس وليه فاليو فين؟ في الواي وليه فاليو في الزد. ايه الريليشن ما بين اكس واي وزد؟ ان هما بيربنديكولار على بعض؟ لا هي اورثوجونال دي نوع علاقه في السجن. في الفيكتورز او في الويف مش بنقول ده اورثوجونال بنقول بيربنديكولار ايه؟ على بعض. فالاكس واي والزد مالهم؟ فلو اقول مثلا عندي فيكتور الفيكتور ده عباره عن 3 اكس بلس 4 واي بلس ايه مثلا 5 زد. يعني معنى كده ان الفيكتور ده هتتحرك مسافه قد ايه في الاكس؟ 3 وبعدين تتحرك مسافه قد ايه في الواي؟ 4 وبعدين تطلع في الارتفاع الزد كام؟ 5. ده يا شباب ايه؟ ده كده هتلاقيني مش ده كده هتلاقيني بعمل ريبريزنتيشن للفيكتور بتاعي وعبر عنه مجموعه من البربنديكولار اكسس بتاعتي. خلاص؟ نفس الكلام بالظبط. انا عندي سيجنال عايز اعمل ريبريزنتيشن للسيجنال بمجموعه منين؟ بمجموعه من الاورثوجونال سيجنال. دي بقى من الاكس واي وزد دول لازم يكونوا ايه؟ اورثوجونال او بيربنديكولار على بعض. هنا نفس الكلام برضه شباب. انا عندي سيجنال وليكن اس 1 في تي عايز امثل السيجنال اس 1 في تي بمجموعه من الاورثوجونال سيجنالز اللي هي كانه الاكس بتاعي اكس واي زد. بحيث اقول ايه؟ بدل ما اقول اس 1 في تي بتساوي كذا اقول اس 1 في تي بتساوي قيمه مثلا في فاي 1 زائد قيمه فين؟ فاي 2 زائد قيمه مثلا في فاي 3. مين في فاي 1 وفاي 2 وفاي 3؟ دول عباره عن ثلاثة اورثوجونال سيجنال. هنا شايف ايه المقصود بالبرزنتيشن اوف سيجنال؟ في حد عنده سؤال؟ طيب نعمل برزنتيشن اوف سيجنال ازاي؟ نعمل برزنتيشن اوف سيجنال بطريقه اللي هي جوام شميت اورثوجوناليتي. طيب يبقى ازاي هنعمل جيومتريك ريبريزنتيشن للسيجنال؟ هنعمل جيومتريك ريبريزنتيشن للسيجنال باستخدام طريقه اللي هي ايه؟ جوام شميت. طيب ايه يا شباب طريقه جرام شميت اورثوجوناليزيشن بروسيجر دي؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك دلوقتي تعالى نفترض مثلا ان انا عندي وليكن اس 1 اوف تي، عندي اس 2 اوف تي، عندي اس 3 اوف تي لحد اس ام اوف تي. طيب انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز امثل كل سيجنال من دول بمجموعه من ايه؟ بمجموعه من الاورثوجونال سيجنالز. طيب فهنعمل ايه؟ اول حاجه هروح اجيب اول هنجيب اول يونت انرجي اللي هي حاجه اسمها فاي 1 تي. يعني دي اول اورثوجونال ليه يا شباب؟ دي اول اورثوجونال سيجنال. اروح اجيب الاورثوجونال سيجنال اللي هو ايه؟ فاي 1 تي. يعني كاني بجيب ايه؟ كاني ببني اول اكس بتاع عندي اللي هو فاي 1 في ايه؟ تي. طيب بجيب فاي 1 تي ازاي؟ فاي 1 تي يا شباب هو عباره عن طب يا شباب دي الخطوات اللي هنعملها في كل المسائل. هجيب اول حاجه الاس 1 تي واقسمها على ايه؟ واقسمها على الجذر. جذر ايه؟ الانرجي بتاع مين؟ بتاع السيجنال اس 1. يبقى انا هروح اجيب اول حاجه اول اورثوجونال الاكس عندي اللي هو ايه؟ او اول اورثوجونال سيجنال عندي اللي هي فاي 1 تي. اجيبها ازاي؟ فاي 1 تي عباره عن اس 1 تي على جذر الايه؟ جذر الانرجي بتاع السيجنال اس 1. طيب يبقى معنى كده يا شباب ان الاس 1 تي عباره عن ايه؟ ايه شكل البرزنتيشن بتاعها؟ هي عباره عن جذر اي 1 في فاي 1 تي.
يعني كاني بدل ما اعبر عن اس 1 اوف تي عايز انا عايز اعبر عنه بالاورثوجونال سيجنالز هقول الاس 1 اوف تي عباره عن جذر اي 1 لايه؟ باي 1 اوف تي. طيب ده كده شباب انا جبت ايه؟ من اول سيجنال جبت ايه؟ اول اورثوجونال يونت. طيب بعد كده شباب عايز اجيب تاني اورثوجونال يونت هجيبها ازاي؟ يعني همسك بقى دلوقتي خدت اس 1 وعبرت عن اس 1 بدلاله باي 1. طب انا عندي تقوى اس ثانيه وليكن اس 2 عايز اعبر عن اس 2 بس الاس 2 دلوقتي هيبقى ليها قيمه في فاي 1 وليها قيمه في اليونت الثانيه اللي هي ايه؟ فاي 2. فبنعمل ايه؟ قبل اساسا ما اروح اجيب فاي 2 لازم الاول اجيب البروجيكشن بتاع اس 2 على مين؟ على فاي 1. يعني عايز اعرف اس اول حاجه لازم اعرف اس 2 واخده قد ايه من فاي 1 وبعد كده اشوف واخده قد ايه منين؟ من فاي 2. فبعمل ايه يا شباب؟ بروح اجيب اول حاجه سكوب اس 2 على مين؟ على فاي 1 اللي هي اس 2 1 اللي هو كوفيشنت اس 2 ايه؟ 1 اللي هي سكوب السيجنال واحد على مين؟ على الاكس اللي هو فاي 1. طيب هجيب اس 2 1 ازاي يا شباب؟ قال لك اس 2 1 هو عباره عن انتجريشن من 0 كام؟ ل تي. ليه؟ للاس 2 اوف تي اللي هي السيجنال الثانيه. ايه يا شباب؟ فاي 1 اوف تي دي تي. في مشكله يا شباب؟ طيب يبقى انا هروح اجيب البروجيكشن بتاع السكند سيجنال على الفيرست اورثوجونال يونت اللي هي فاي 1 اوف تي. طيب بعد ما اجيب اس 2 اوف 1 هعمل ايه؟ هروح اجيب حاجه اسمها جي 2 او بلاش عشان ايه ما تلخبطوش. هروح اجيب على طول فاي 2 اوف تي. فاي 2 اوف تي يا شباب هتساوي ايه؟ هتساوي هي مش الاس 2 اوف تي ليها قيمه في الفاي 1 وليها قيمه في الفاي 2. انت عايز تجيب ايه؟ انا عايز اجيب انا خلاص جبت قيمه قيمه الاس 2 فين؟ فاي 1 ناقص لي مين؟ فاي 2. فاعمل ايه؟ اختار اس 2 اوف تي من مين؟ من اس 2 1 فاي 1 اوف ايه؟ من اس 2 1 فاي 1 اوف تي مش اس 2 اوف تي ليها زي ما نيجي نفس الفيكتور شباب مش هقول لك الفيكتور 3 اكس زائد 4 واي زائد 5 زد. لو انا طرحت من الفيكتور بتاعي قيمه الاكس بقى مين؟ الواي والزد. هنا نفس الكلام عند الاس 2 اوف تي لو طرحت منها قيمتها في الفاي 1 يديك قيمتها فين؟ في الفاي 2. طيب على ايه يا شباب؟ على الجاز بتاع ايه يا شباب؟ بتاع انتجريشن من 0 تي دي اي 2 ناقص اس 2 1 سكوير. خلاص اي 2 اللي هو ايه؟ الانرجي بتاعت السيجنال ايه يا شباب؟ الانرجي بتاعت السيجنال 2 ناقص طبعا مفيش انتجريشن بقى يا شباب جذر تربيعي الانرجي بتاعت السيجنال 2 ناقص اس 2 1 ايه؟ سكوير. في مشكله يا شباب؟ طيب معنى كده يا شباب ان انا كده عملت ايه؟ كده انا جبت سكوب اس 2 في الفاي 1 وجبت سكوب اس 2 فين؟ في الفاي 2 اوف تي. طيب بعد كده اس 3 ايه؟ اس دي اللي هي السيجنال اللي هي الفيكتور. يعني انت لما تيجي دلوقتي من هنا طبعا اصلا حاجه الفيكتور عشان تحطوه. لو انا عندي ادي فيكتور 1 وادي مثلا فيكتور ثاني اسمه فيكتور 2 فانت عايز تعمل ايه؟ هتجيب فيكتور 1 هتجيب اسقاطه في الثلاثه اكس بتوعه تمام؟ في عندك فيكتور ثاني اسمه فيكتور 2 هتجيب اسقاطه على الثلاثه بروجيكشن بتوعك وهكذا. يعني دي سيجنال اس 1 انت عايز تمثل سيجنال اس 1 دول بالرسومه اليونت بتاعت اللي هي الفاي 1 وفاي 2 وفاي 3. فعايز تشوف السيجنال اس 2 دي هتبقى كام في فاي 1 كام في فاي 2 كام في فاي 3. السيجنال اس 3 كام في فاي 1 كام في فاي 3 كام في فاي 3 وهكذا. معايا شويه ولا لا؟ عشان انا عايز اجيب قيمه الانرجي بتاعت السيجنال فاي 2 في اتجاه مين؟ اتجاه فاي 2. هي الانرجي دي كلها الانرجي بتاعت السيجنال موجوده بس في اتجاه فاي 2 ولا الانرجي بتاعت السيجنال اس 2 في جزء فاي 1 وفي جزء فاي 2. شايف لو انا كان عندي فيكتور بالشكل ده وعايز اجيب قيمته هنا كنت بتقول قيمه ده بتساوي ايه؟ مش بتساوي الار كوساين ثيتا وهنا تقول لي اه ساين ثيتا. يعني معنى كده ان لما تيجي تحسبي الانرجي بتاعت السيجنال لا ده انت الفيكتور. نيجي بقى نتكلم على السيجنال
السيجنال بتاعتك الانرجي بتاعتها مش كلها في كده فاي واحد؟ الانرجي جزء من الانرجي بتاعت السيجنال موجود في فاي واحد وجزء من الانرجي موجود في فين؟ فاي 2. فدلوقتي الجزء بتاع الانرجي اللي موجود في فاي 1 اللي هو ايه؟ اس 2 1 اللي هو البروجيكشن اسقاط السيجنال 2 على الفاي الفاي 1 وفي فاي 1 وفي كده انا جبت اسقاط السيجنال اس 2 على ايه؟ على الاي فاي 1. طيب دلوقتي لما اطرح التوتال انرجي بتاعت السيجنال 2 من الانرجي اللي موجود فين؟ في فاي 1 يديني ايه؟ قيمه الانرجي بتاعت السيجنال 2 اللي موجوده فين؟ فاي 2. يعني بص يا المعادله دي لو انا عايز اعرف قيمه الاس 2 ركزوا معايا لو انا عايز اعرف ايه هي الاس 2 هي الاس 2 اوف تي بتساوي ايه بقى؟ مش بتساوي اضرب ده في ده يعني هتساوي ايه؟ هتساوي الجذر اي 2 ناقص اس 2 1 سكوير فاي 2 اوف تي. الكلام ده بلس بلس ايه يا شباب؟ اس 2 1 فاي 1 اوف تي. يبقى انا بقى يا شباب قدرت امثل الاس 2 بدلاله مين؟ دلاله فاي 1 وفاي 2. اوكي الانرجي بتاعت السيجنال هل الانرجي بتاعت السيجنال موجوده في فاي 1 بس او موجوده في فاي 2 ولا متوزعه في الاثنين؟ طيب قيمه الانرجي اللي موجوده في فاي 1 اللي هي كام؟ هي اسقاط 2 على 1 هو اس 2 1. طب وبقيه الانرجي اللي موجوده في فاي 2 اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي التوتال انرجي ناقص الانرجي اللي موجوده عند مين؟ عند فاي 1. معايا ولا في مشكله؟ دي كلها اس 2 اوف تي اللي هي دي ده كده بالظبط ده كده اللي هو اس 2 2 اللي هي اسقاط السيجنال 2 على فاي 2. باشمهندس علاقه الاس دي علاقه الاس دي السيجنال باور دي سيجنال من اقصى سيجنال يعني اقول لك اكس اوف تي واي اوف تي زد اوف تي اللوكيشن اللي هتيجي معاك السيجنال باور يعني السيجنال باور ولا اي سيجنال شاب امس وانا بقول لك اكس اوف تي تساوي 3 تي يبقى اكس اوف تي ده باور ولا عباره عن ايه؟ بومز بيرمز السيجنال وعايز افرق ما بين ثلاثه سيجنال عندك ثلاثه سيجنال هل هتسمي ثلاثه سيجنال زي بعض؟ هتقول واحده اسمها اكس اوف تي واحده اسمها واي اوف تي واحده اسمها زد اوف تي كل سيجنال ليها قيمه دي دي التانجلر دي سينك دي هقول لك حاجه زي الفكره عايز نعمل برزنتيشن للسيجنال زي كاي زي ما كنا بنعمل برزنتيشن لمين؟ للفيكتور يعني اعتبر الفيكتور كانه سيجنال عايز اشوف اسقاط السيجنال في الثلاثه ايه؟ ثلاثة وصلنا سيجنال ثلاثة وصلنا نيورون شباب سامع حاجة عايز اقول ايه؟ اه موضوع فايت مين؟ جذر ايه؟ لو انا قلت جذر الانرجي 2 يعني انا كاني بقول ان كل الانرجي بتاعت السيجنال في فايت 2 عشان لسه دي في البسط طالع هو الدكتور شرحها امبارح مش شفت دي فهو بقول كده في الدماغ فاشرحها مش شفت كده يعني ايه شفتي؟ لا يا دي يعني شيء انتجريشن من زيرو تي شيء دي ولا سمعت طب ما في الاخر انتجريشن هو بيساوي ده؟ هو انا استنى انت تعمل انتجريشن ليه؟ ما انت كده كده حسبت الاي 2 وحصلت الاس 2 1 ايه اللي خليك تدخل جوه تقعد تعمل انتجريشن تاني؟ ما تاخد دي تضحى من دي على طول. طيب شباب بصوا عشان مش عايز صوت. انا هشرح الطريقه دي نحل المسائل كده. فاهمين كده ماشي فاهمين من الدكتور حلو من الدكتور خلاص الموضوع خلص. دي خالص من كده معايا. طيب انا كده يا شباب ايه جبت دلاله فاي 2 دلاله جبت اس جبت الاس 2 دلاله فاي 1 وفاي 2. طيب هنعمل ايه بعد كده يا شباب؟ هو يبقى بيجيب السجن تحسبها لها الانرجي. طيب بعد شباب ما جبت السيجنال اس 2 بدلاله فاي 1 وفاي 2 اروح اجي امسك اس 3 اوف تي دلوقتي شباب اس 3 اوف تي هيبقى موجوده في كام اكس عندي؟ 3 فاي 1 وفاي 2 وفاي 3. طيب هنعمل ايه؟ هنجيبها بقى اول حاجه هتروح تجيب اسقاط السيجنال 3 على اليونت الاولانيه اللي هي فاي 1 اللي هي هتبقى عباره عن انتجريشن من 0 تي للاس 3 اوف تي لفاي 1 اوف تي في تي.
يبقى انا كده شايف ايه كيرت سكور او البروجكشن بتاع السيجنال 3 على الفاي 1 اوف تي، يعني قيمه السيجنال 3 في الفاي 1. بعد كده هتروح تجيب اس 3 2. مين اس 3 2؟ سكور او البروجكشن بتاع السيجنال 3 على الفاي 2 اللي هي هتبقى انتجريشن من 0 تي لاس 3 اوف تي في فاي 2 اوف تي لزي. جبت الاس 3 1 وجبت الاس 3 2 تروح معوض على طول في فاي 1 فاي 3 اوف تي. فاي 3 اوف تي بتساوي ايه؟ الاس 3 اوف تي. بس الاس 3 اوف تي بعد ما اخصم منها مين او اشيل منها مين؟ اللي موجود في الفاي 1 والفاي 2. ان انا دلوقتي عايز اجيب فاي 3، عايز اجيب قيمه السيجنال في الفاي 3، يبقى ماليش دعوه لا فاي 1 ولا فاي 2، يبقى هجيب اس 3 بس انا اطرح منها مين؟ اس 3 1 فاي 1 اوف تي ناقص اس 3 2 فاي 2 اوف تي. لما اطرح من الاس 3 اللي هي التوتال اس 3 1 فاي 1 اوف تي واس 3 2 فاي 2 اوف تي، يبقى يتبقى مين؟ الجزء اللي موجود في الفاي 3. على ايه يا شباب؟ على الجذر التربيعي اي 3 سكوير ناقص اس 3 1 سكوير ناقص اس 3 2 سكوير. في 3 سكوير ايه بقى؟ ايه بس؟ 3 1 3 2 اي 3 بس؟ 3 بس 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 3 ناقص اس 3 1 سكوير ناقص اس 3 2 سكوير. في مشكلة؟ يعني كان الفايتر كان الاس 3 اوف تي ايه شكل البرزنتيشن بتاعها؟ اس 3 1 فاي 1 اوف تي اس 3 2 فاي 2 اوف تي اس 3 3 ده كله يمثل مين؟ اس 3 3 فاي 3 اوف ايه؟ اوف تي وهكذا. في مشكله شكل البرزنتيشن تمسك كل سيجنال تعمل عليه اللي انا بعمله ده. في اي مشاكل في الجيومتريك برزنتيشن؟ بس هو ده جزء الدكتور سامي. طبعا حل البروبلم بتاعها. بيقول لك ايه؟ بس هو رقم واحد بيقول لك انا عايزك تعمل لي برزنتيشن لليوني بولر نان ريتيرن تو زيرو كول. طيب نعرف ايه يا شباب؟ اليوني بولر نان ريتيرن تو زيرو كول بمثل الداتا بتاعتي ازاي؟ انا بقول بس في اليوني بولر نان ريتيرن تو زيرو انا شغال باينري حلو صح؟ طيب بص يا عايز تجيب لي برزنتيشن بتاع اليوني بولا مالو تن تو زيرو سيجن. اليوني بولا مالو تن تو زيرو سيجن يا شباب يعني انا شغال ديش شغال ديش يعني شغال ايه؟ باينر. باينر يعني ايه؟ يعني انا ببعت يا ايه؟ ببعت يا زيرو يا 1. ببعت ال 1 ازاي؟ فاكرين كنا بنبعت ال 1 ازاي؟ كنت ببعته في صوره بوكس واخده مين؟ واخده الديوريشن كله لانها نان ريتيرن تو زيرو يعني مش بتيجي في نص البيت وتنزل بتاخد البيت كلها اللي هي من زيرو لتي تي بي. طيب كان بيبقى ليها امبليتيود، امبليتيود اللي هو ايه مثلا قلنا 5 فولت اللي هو خليه امبليتيود كام؟ ايه؟ طيب ولما كنت اجي امثل الزيرو امثله ازاي؟ زيرو فولت. اعتبر دي اس 1 اوف تي واعتبر دي مين؟ اس 2 اوف تي. عايزين نعمل ايه يا شباب؟ عايزين نعمل ريبريزنتيشن اس 1 اوف تي واس 2 اوف تي بس يعني نعملها جيومتريك ريبريزنتيشن باستخدام ايه؟ اورثوجونال يونت. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه هنروح نجيب فاي 1 اوف تي عشان قلنا عشان نعمل ريبريزنتيشن تمسك اول سيجنال تروح تجيب الجيومتريك او البروجيكشن بتاعها في فاي 1. طيب همسك اروح اجيب اول حاجه فاي 1 اوف تي. فاي 1 اوف تي بيساوي ايه يا شباب؟ بيساوي الاس 1 اوف تي على مين؟ على الجس اي 1. طيب ايه بقى الاس 1 اوف تي؟ عباره عن ايه الاس 1 اوف تي؟ ايه؟ عند تايم تي من اكبر من الصفر حتى اقل من ايه؟ تي بي زي واز واي صح؟ مش هي دي اللي مش هي دي الاس تي؟ معايا ولا في مشكلة؟ طيب طب بس انا ما بحبش اعبر عن الاس 1 اوف تي بالايه؟ عايز اعبر عنها بطريقة تانية. اعبر عنها ازاي؟ او بلاش كده.
ركزوا معايا شويه. طب انا دلوقتي عايز احسب الانرجي بتاعت السيجنال اس 1. احنا عارفين شباب الانرجي الاس ازاي بيكون الانرجي. الانرجي هي عباره عن انتجريشن من ماينس انفينيتي لحد انفينيتي لاي سيجنال سكوير دي تي. حسب بقى الاس تي اللي اداها لك اس 1 اس 2 عايز اي 1 يبقى اس 1. يبقى الانرجي اي خليها اي بقى اي اي بقى عشان ما تتلخبطوش. لو انت عايز الانرجي اي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن انتجريشن ماينس انفينيتي لانفينيتي للاس اي اوف تي سكوير دي تي. ده قانون مين؟ الانرجي. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ احنا عايزين نجيب مين؟ انا عايز اجيب الانرجي بتاعت السيجما رقم 1 لان هتساوي انتجريشن الماينس ماين هي ماين هي. هي اساسا الفانكشن موجوده من كام لكام؟ من 0 تي بي. طيب ايه بقى قيمه السيجما؟ من 0 تي بي. كونستنت قيمته ايه؟ لما يتوقع يعني اس سكوير دي تي. يعني هتساوي اس كويب تي او بعد ما تعوض بقى ايه بقى اس كويب ايه يا شباب؟ تي بي. طب ما تيجي بقى عشان نبسط نفسنا الدنيا يبقى الاي 1 بتساوي ايه يا شباب؟ اس كويب ايه؟ تي بي. يعني كان الاي بتساوي ايه؟ جذر اي 1 على تي بي صح؟ يبقى معنى كده ممكن اكتب الاس 1 اوف تي بطريقه ثانيه ان الاس 1 اوف تي عباره عن ايه؟ ها؟ يس اي 1 على تي بي من 0 لكام؟ ها؟ من 0 لحد تي بي وب 0 اذروايز صح ولا لا؟ معايا؟ طيب عايزين بقى شباب نجيب فاي 1 اوف تي. فاي 1 اوف تي بتساوي ايه؟ مش بيساوي اس 1 اوف تي على جذر اي 1؟ طيب والاس 1 اوف تي اللي هي قيمتها ايه؟ هي عباره عن جذر اي 1 على تي بي. الكلام ده كله المفروض يتقسم على ايه؟ جذر اي 1. انا بقسم اس 1 على اس 1 جذر اي 1 على تي بي اللي هي كانها جذر اي 1 على جذر تي بي على جذر اي 1. يعني كده بيساوي ايه؟ 1 على روت تي بي. يبقى كان يا شباب ايه هي الفاي 1 اوف تي؟ اللي هي الاورثوجونال يونت اللي هي عباره عن 1 على جذر تي بي عنده قيمة تي الأكبر من الصفر وأقل من مين؟ تي بي. أدي الأورثوجونال يونت. يبقى لو أنا بقى حبيت أعبر عن الإس 1 أوف تي بدلالة الفاي 1 يبقى الإس 1 أوف تي بتساوي إيه؟ بتساوي جاز إي 1 فاي 1 أوف تي. ها؟ صح ولا لا؟ طيب كده يا شباب أنا جبت الإس 1 بدلالة فاي 1 أوف تي وعرفت مين الفاي 1 أوف تي عبارة عن إيه؟ واحد على جذر تي بي اللي هو من تي من 0 لحد تي بي. في حد مش فاهم اللي انا عملته؟ طيب انا كده جبت الايه؟ هي على اساس ان انا اجيب قيمه للفاي 1 اوف تي. هي يعني عايز ايه؟ تسيبها كده؟ عوض بالايه؟ ما عوضش ولو سبتها بالايه؟ يبقى هتيجي هنا تبقى هتبقى عباره عن ايه؟ ايه على جذر اس كوير تي بي؟ انا عارف ان هي بس هي هنا مش هتفرق بس في مسائل قدام لما نيجي بقى نحسب الفاي 2 فاي 2 عشان تحسب الفاي 2 بتعمل ايه؟ بتروح تجيب اس 2 بروجيكشن بتاع السيجنال 2 على 1. لما اجيب بروجيكشن بتاع السيجنال 2 على 1 مش هو عباره عن انتجريشن للاس 2 في الفاي 1؟ فانا بحاول ده احاول اختصرها ان عبارة ما تبقى ايه عشان انا كان عايز اشيل الايه ده خليها بس دلالة حاجتين الانرجي والايه والتي بي. ماشي صح اللي انت بتقول لو انا خليتها ايه هي هي صح بس انا بحاول ابسطها عشان ايه لما اجي اكمل الايه المطالب اللي بعد كده لو اجيب اس 2 واجيب اس 3 وهكذا. طب احنا بعد كده يعني حاول تختصر لو تعرف تختصر يعني حاول دايما تخليها بدلاله الانرجي دي على اساس ايه دلاله الانرجي على اساس ان هو ده القانون. في المسائل اللي جايه هتلاقي انهم ده لك ارقام فمش هتحصل بقى المشاكل اللي انت بتقول عليها دي. يعني هنا بقى مش هتفرق ايه او مش ايه لانك اساسا هيبقى ده لك رقم فلما تروح تحسب الانرجي مش هيطلع لك بقى جذر ايه لا هيطلع لك ايه رقم 2 3 فمش هتحصل المشاكل دي اللي هو اسيبها واحد على تي بي ولا اخليها زي ما هي ايه على جذر تي بي. هي هنا عشان دي ايه مديها لك كموز لكن في المسائل بعد كده هتلاقي ان الكلام ده مديه لك ارقام كويس فهتروح تحسب الانرجي يطلع لك رقم تحسب الاس 1 تطلع لك رقم وتقسم 2 على 1.
طيب لما يجي بقى شباب نجيب اس 2 اوف تي، قلت عشان اجيب اس 2 اوف تي بعمل ايه؟ ايه الخطوات بتاعتي؟ اول حاجه اروح اجيب اس 2 1 اللي هو اسقاط السيجنال رقم 2 على الفاي 1 اللي هو انتجريشن من 0 لتي بي للاس 2 اوف تي في الفاي 1 اوف تي تي دي من تي هيساوي ايه؟ عشان الاس 2 اساسا مكتوب ايه؟ اس 2 بتفي بس بزيرو اي انتجريشن زيرو في اي حاجه بزيرو يبقى الاس 2 1 ده يا شباب بزيرو طيب اس 2 1 بزيرو يبقى لما تيجي تحسب فاي 2 هتلاقي ان الفاي 2 هي نفسها مين؟ فاي 1 معايا يا شباب؟ او معنى صح يا شباب في حاجه اسمها بقى فاي 2 ليه؟ عشان تيجي تحسب فاي 2 هتيجي تحسب الانرجي بتاع السيجنال 2 هي الانرجي هو اساسا السيجنال 2 ليها انرجي؟ الانرجي بتاعتها بايه؟ بزيرو يعني كأن الاس 2 اوف تي يا شباب عباره عن ايه؟ عباره عن صفر فمعنى كده ان في فاي 2 اوف تي يبقى معنى كده ان الايوني بولا نمط انه زيرو بيتكون من كام؟ وسيجنال يونت واحده اللي هي فاي 1 اوف تي ليه؟ لان انا لما اخد اشوف فاي 2 اوف تي مش عارف اجيب فاي 2 مفيش فاي 2 اوف تي لان السيجنال الثانيه الانرجي بتاعها بايه؟ بزيرو معنى ان السيجنال بتاعها بزيرو يعني لا هيبقى عليها بروجيكشن في الاثنين ولا عندها بروجيكشن في فاي 1 يبقى كأن يا شباب لو انا جيت رسمت بقى ما عنديش غير السيجنال يونت واحده اللي هي فاي 1 اوف تي الاس 2 اوف تي اسقاط عليها ايه؟ زيرو ودي اسقاط عليها ايه؟ مش الاس 1 اوف تي بتساوي جذر اي 1 من الفاي 1 اوف تي فكأن انا عندي 1 سيجنال يونت اللي هي فاي 1 الاس 1 واخده قد ايه من الفاي 1؟ جذر اي 1 والفاي والاس 2 زيرو فاي 1 يعني زيرو فاي 1 يعني ايه؟ زيرو ها في مشكله؟ ماشي السؤال اللي بعده أحسن شباب ولا خلاص؟ ليفل 5 و10 هو نفس الكلام بيقول لك انا عندي كام ليفل
8 ليفل، يعني كل ليفل يمثل كام بت؟ 3 0 0 0 0 0 1 وهكذا. 8 ليفل دول عباره عن ويت تي ناقص تي على 2 على تي، يعني كان معنى صح. ده معناها ايه؟ ادي الاس اي اوف تي. الاس اي اوف تي يا شباب عباره عن ايه؟ ريكتانجل اوف بلس. بس ريكتانجل اوف بلس مش سنترد عند الصفر، لا دي متشفته، متشفته بقد ايه؟ تي على 2. تي على 2 يعني كان معنى صح، هتبدا من تايم 0 لحد تايم ايه؟ تي كابيتال اللي هو تايم تي بي، وبامبليتيود ايه؟ اي ار. الاس 1 هيبقى الامبليتيود بتاعها 1 فولت، الاس 2 امبليتيودها 3 فولت، الاس 3 امبليتيودها 5، الاس 4 امبليتيودها كام؟ 7 فولت، والاس الثانيه ماينس 1 فولت ماينس 3 فولت ماينس 5 فولت. هم 8 ليفل، 1 فولت ماينس 1 فولت، 3 فولت ماينس 3 فولت، 5 وماينس 5. في مشكله؟ طيب ايه المطلوب بقى؟ عايزك تمثل لي السيرفس دي باستخدام الاورثوجونال يونت. يعني انا بقول ريكت، انا بقول ان الاس اي تي عباره عن ايه ريكت؟ لا، تقول لي ان الاس 1 اوف تي عباره عن 3 فاي 1، الاس 2 يعني نفس الديوريشن بتاعتها، هي كده كده فاي 1 نفس الديوريشن ازاي؟ يعني ايه موجوده؟ هي لازم تكون من 0 تي، ما انت بتبعت بت، مش لازم بت ديوريشن تي بي؟ انت هتبعت البت الاولانيه هتبقى كام مثلا؟ 1 فولت، اللي هو هتبقى 5، اللي هو هتبقى 3، على حسب بقى اللي انت عايز تبعت ايه؟ تبعت 0 0 ولا 0 1 ولا 1 0؟ لا طبعا انا بقعد، مش انت مش انت بيبقى الداتا جايه يعني هو هو هيمسك 3 1 3 اصفار، اول 3 بيت، اول 3 بت هيلاقي 3 بت بقى 3 اصفار، يقوم باعت ماتس امبليتيودها 5 فولت، بعدين ياخد ال 3 بت اللي هو 0 0 1 باعت ماتس امبليتيودها 3 فولت، يعني بيبعت البيتس ورا بعض حسب ال 3 بت اللي قصاده، 3 اصفار يبعت اللي قصاده، 0 0 1 يبعت اللي قصاده وهكذا. يعني مش ببعت 1 بت، انا بقول لك ايه، لو شفت 3 اصفار ابعت البيت بالامبليتيود ده 0 0 1 ابعت الامبليتيود اللي بعده 0 1 0 ابعت الامبليتيود اللي بعده وهكذا. طيب هنجيب يا شباب، عايزين نجيب الاوسيجنال يونت، هنجيب الاوسيجنال يونت ازاي؟ قلت اول حاجه هجيب مين؟ فاي 1 اوف تي. فاي 1 اوف تي بتساوي ايه؟ بتساوي اس 1 اوف تي على جذر مين؟ جذر اي 1. معايا ولا في مشكله؟ طيب طب وهي مين الاس 1 اوف تي يا شباب؟ مش الاس 1 اوف تي هي عبارة عن اي 1 من زيرو تي بي وبزيرو اذر وايز. معايا ولا في مشكلة؟ طيب نخليها واحدة الاس 1 تبقى دي امبليتيود اي 1، اي 1 اللي هو كام؟ 1، يعني كان الامبليتيود بتاعته 1 فولت من 0 لحد تي بي و 0 از وايز. طيب الانرجي بتاعت الاس 1 يا شباب هتساوي ايه؟ انتجريشن من 0 لتي للسيجنال سكوير اللي هو هتبقى 1 دي تي، يعني هتساوي ايه؟ تي. خلاص في مشكله يا شباب؟ طيب يبقى الفاي 1 تي يا شباب هتساوي ايه؟ طب شايف بدل ما نعملها كده خلينا نعملها زي الفيلم. هي الاس 1 اوف تي مش بتساوي الاي 1؟ خلاص؟ الاس 1 اوف تي بتساوي ايه؟ بتساوي اللي هو ال 1 فولت، ما نجيبوش ال 1 فولت. طيب بتساوي الاي 1 اللي هو يمثل 1 فولت. لما تيجي تحسب الانرجي بتاعت السيجنال اس 1 بتساوي ايه؟ بتساوي انتجريشن من 0 لتي لاي 1 سكوير لتي. يعني هتساوي A1 سكوير في T، يعني كأن ال A1 يا شباب بتساوي ايه؟ جس E1 على T، يعني معنى كده ممكن اكتب ال S1 في C دي بطريقة تانية، بدل ما هي A1 اكتبها ايه؟ ها؟ جس E1 على T. دلوقتي لما تيجي تجيب ال Phi 1 في T، Phi 1 في T هتساوي ايه يا شباب؟ هتساوي جس E1 على T كابيتال على جذر اي 1، يعني هتساوي ايه؟ 1 على جذر تي.
يبقى انا كده شغال جبت مين؟ فاي 1 في تي، فاي 1 في تي بتساوي ايه؟ 1 على جذر تي. طيب بعد كده يبقى الاس 1 في تي بتساوي ايه؟ الاس 1 في تي بتساوي ده بده؟ يعني الاس 1 في تي يا شباب بتساوي ايه؟ جذر اي 1 في ايه؟ فاي 1 في تي. معايا في مشكله؟ طيب انا عملت الكلام ده ليه؟ ركز معايا عشان نشوف اللي بعده. بعد ما جبت اس 1 اكيد هو هعمل ايه بعد كده؟ بعد ما اجيب اس 1 من اس 1 جبت فاي 1 هعمل ايه بعد كده؟ اس 2 1 همسك اس 2 عشان اجيب منها فاي 2. بس اجيب فاي 2 ازاي؟ قلت اول حاجه بروح اجيب اس 2 1. اس 2 1 هو عباره عن ايه؟ كوت 2 على فاي 1. طيب يعني هتساوي ايه يا شباب؟ انتجريشن من 0 لكام؟ من 0 ليه؟ الاس 2 اوف تي في الفاي 1 اوف تي دي تي صح؟ طيب يعني الكلام ده هيساوي انتجريشن من 0 تي. ايه قيمه الاس 2 اوف تي من 0 تي؟ ايه 2 بقى؟ هنقول الاس 2 ايه 2. طيب وايه قيمه الفاي 1 اوف تي؟ 1 على جذر تي. معايا ولا في مشكله؟ طيب يبقى الاي 2 بتساوي ايه 2 في 1 على جذر تي. طيب يعني دي تي اطلع الكلام ده كله بابا. خلي بالك يا شباب دي تي كابيتال اللي هو كونستنت اللي هو قيمه الويتس بتاع البيت. انا كان بالنسبه لايه؟ مفيش هنا حاجه فيها دي تي. فهطلع ده كله واعمل انتجريشن يديك تي وتعوض بدون تكامل يعني هتديك 2 تي على جذر ايه؟ تي. يعني كانها هتساوي 2 في جذر تي. معايا ولا في مشكلة؟ يبقى هتساوي 2 في ايه؟ في جذر تي. طيب بعد كده يا شباب هعمل ايه؟ هو هجيب الفاي 2. الفاي 2 اوف تي هتساوي ايه؟ هتساوي الاس 2 اوف تي ناقص اس 2 1 في ايه؟ في فاي 1 اوف تي على ايه؟ على الجذر التربيعي لـ اي 2 سكوير سوري اي 2 بس ناقص مين؟ اس 2 1 ها سكوير. طيب بس في حاجه انا ما عنديش الاي 2 احنا حسبنا مين؟ الاس 2 1. بعد حساب الاس 2 1 المفروض احسب ايه كمان؟ الاي 2. طيب الانرجي بتاعت السيجنال 2 هتساوي ايه؟ مش السيجنال 2 يا شباب ليها امبليتيود 2 ويتس كام؟ تي. يعني كان هتساوي انتجريشن من 0 تي ل 2 سكوير دي تي. يعني هتساوي 2 سكوير في ايه؟ تي بي صح؟ او تي يعني تي دبليو. طيب خد بقى الكلام ده عوض بيه هنا. لما اخد الكلام ده يا شباب عوض بيه هنا يبقى ده الكلام ده هيساوي اس 2 اوف تي بكام؟ 2 ناقص اس 2 1 بكام؟ 2 جذر تي صح؟ طيب والفاي 1 بايه؟ 1 على جذر تي على جذر التربيع وهكذا. لما اقول 2 ناقص 2 جذر تي في جذر تي في 1 على جذر تي مش جذر تي هتيجي مع جذر تي؟ و2 ناقص 2 بايه؟ 0 ب 0 ماشي اوكي. 2 ناقص 2 بايه؟ ب 0. 2 ناقص 2 ب 0 يعني معنى كده ان الترم ده مش موجود صح ولا لا؟ 2 ناقص 2 يعني صفر؟ ماشي ماليش دعوه بالمقام دلوقتي انا في البصل. ده هيطلع بايه؟ ب 0. هيطلع بايه؟ ب 0. يعني معنى كده ان الفاي 2 بصفر. خلاص؟ يبقى فاي 2 بايه؟ ب 0. يعني الاس 2 ليها اسقاط في الفاي 2؟ ملهاش، بس ليها اسقاط في الفاي 1. ازاي عرفت ان ليها اسقاط في الفاي 1؟ مش الاس 2 1 طلعت ليها قيمه؟ صح ولا لا؟ يبقى لو انت تيجي تكتب اس 2 مش انا بقول اس 2 اوف تي هي عباره عن اس 2 1 في الفاي 1 زائد اس 2 2 في الفاي 2. هل اساسا في فاي 2؟ مفيش فاي 2. يبقى معنى كده ان الاس 2 اوف تي هي عباره عن ايه؟ الاس 2 1 اللي انت طلعته في الفاي 1
زائد صفر. مفيش فاي 2. يبقى معنى كده ان الاس دي نوفتي ملهاش بروجكشن في الفاي 2. هو ملهاش بروجكشن في الفاي 1. مين؟ فاي 1 وفي ايه؟ وفي تي. نفس الكلام لو رحت عملت اس 3 هتلاقي ان الاس 3 مالها؟ ملهاش بروجكشن غير في الفاي 1 بس. لما تيجي تعمل اسقاط على الفاي 2 ما فيش اساسا ايه؟ فاي 2. لما تروح تجيب الفاي 3 هتطلع هي كمان برضه بايه؟ بزيرو. فهتلاقي ان ال 8 ليفل او ال 8 سيجنال مالهمش بروجكشن او مالهمش قيم غير عند مين؟ فاي 1 بس. يبقى معنى كده يا شباب لو جيت بقى حبيت ارسمه محدش بقى يعمل لي فاي 1 وفاي 2 هو مفيش غير مين؟ فاي 1 وفي ايه يا شباب؟ فاي 1 وفي تي. مفيش فاي 2 لان فاي 2 بايه؟ بزيرو. لو حبيت تحسب فاي 3 هتلاقيه برضه بايه؟ بزيرو وهكذا. يبقى معنى كده ان ال 8 سيجنال دول اللي هي اس 1 و2 و3 و4 لحد 8 مالهمش قيم غير في 1 وسيجنال يونت اللي هو مين؟ فاي 1 وفي تي. ايه بقى القيم بتاعتهم؟ الاس 1 واخده قد ايه من الفاي 1 وفي تي؟ جذر اي 1 اللي هو ايه بقى قيمه قد ايه بقى جذر اي 1 ده؟ اللي هو حسب بقى شوف انت حسابه مش هديك ارقام احسب شوف الاي 1 بكام اللي هو هتبقى 1 على 2 تي اللي هي هتبقى تي او بقى صح شبه ايه عشان طبعا مش لازم اعد بس جذر اي 1 جذر اي 2 جذر اي 3 جذر اي 4 دي اللي هي لو الاي اي مالها البوست الثانيه هتلاقيها جذر اي نيجاتيف جذر اي 1 نيجاتيف جذر اي 2 نيجاتيف جذر اي 3 نيجاتيف جذر اي 8 4 امشوها واحده واحده هتلاقي ان دي بالبوستيف ولما تيجي تعوض هنا بالنيجاتيف هتلاقي ان دول بالايه؟ يبقى معنى كده ان الاس 1 اللي هي جذر اي 1 فاي 1 الاس 2 جذر اي 2 في الفاي 2 في الفاي 1 الاي اس 3 وفي تي جذر اي 3 في الفاي 1 ونفس الكلام هيك في السجن. فهمنا يا شباب ازاي بعمل ريبريزنتيشن للسيجنال او ازاي اعمل جيومتريك ريبريزنتيشن للسيجنال؟ في مشكله؟ مش فاهم. خلاص انت جبت اس 1 وفي تي خلصتي وهتجيبي اس 2 1 وتجيبي جذر اي وعوضي هنا عشان تجيبي مين؟ فاي 2. بعد ما تجيبي فاي 2 الاس 2 وفي تي بتساوي ايه؟ ده زائد ودي ده الناحيه الثانيه. اه فاي 3 ايكوال زي يعني مفيش او قلت لك نو اكزيست نصر وسيجنال يونت. تمام في يا شباب مشكله صح؟ يعني فين هو؟ هنا السيجنال دي على فين دلوقتي؟ هي ولو ده 1 فولت وده 3 فولت فين الثريشولد؟ يا ابني كل الفولت ايه؟ وانا مش هبعتهم كلهم؟ وانا ببعت الفولت ده مش على حسب الداتا؟ يعني انا عايز ابعت ثلاث اصفار. ابعت 8 فولت ولا 7 فولت؟ لا طبعا يعني انت يا ابني وضع ايه مقابل؟ ان انا كل الثلاثه بيت ببعت قصادهم ايه؟ ببعت قصادهم باتس واحد. مالكش دعوه بقى ان دول الثلاثه باتس ايه؟ وانا ينفع ابعت 8 ليفل؟ يعني ينفع ابعت ثلاث اصفار 001 و002 كله في نفس الوقت؟ هو معنى ان انت تبعت 8 ليفل يعني ايه؟ 8 ليفل دي جواها ايه؟ مش جواها الكودز بتاعتك؟ يعني هي الاحتمالات 00011011 هو مطبعهم. لو انا عايز ابعت 00 في الباينري العادي تبعت 00 كام بالص؟ 2 تبعت الصفر الاولاني وبعدين تبعت الصفر في الثاني في الاربعه الاقل. لو ما بعتش 2 بالص ببعت ايه؟ بالص واحد. ازاي؟ بتاخد الاستنى الصلاه رقم 4 بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندك 3 سجن. لا معاك. يعني لكم 4 مسائل ولا لكم 5؟
بكذب عليك وافا هي خمسة زيها طيب اصلا مش مناسبة خمسة مش عارف طيب صالك وافا يا شباب صالك وافا بيقول لك ايه بيقول لك عندك ثلاثة صالك وافا يا شباب بيقول لك ايه بيقول لك عندك ثلاثة سجن S1 of T عبارة عن بلس الامبليتيود بتاعها 2 والويتس بتاعها 1 خلاص الاس 2 of T الاس 3 of T يا شباب عبارة عن بلس الامبليتيود بتاعها 3 الويتس بتاع 3 ايه مطلوب عايزك تمثل السيجنال دي باستخدام الجوامش ميت اوسيجنايزيشن والسيجنال طيب هنعمل ايه قلت اول حاجه هنروح نحسب اول اوسيجنال يونت اللي هي فاي 1 اوف تي فاي 1 اوف تي هتساوي اس 1 اوف تي على الجاز بتاع الاي 1 فالاول هنروح نحسب الجاز بتاع الاي 1 الاي 1 يا شباب بتساوي ايه طبعا هنا مديلك ارقام مفيش اي امور فطبعا هنحسب كعطيه طيب الاي 1 هتساوي يا شباب انتجريشن سالب انفينيتي حد انفينيتي هي اساسا السيجنال موجوده من كام لكام؟ من 0 ل 1 يبقى انتجريشن من 0 ل 1 ايه؟ السيجنال سكوير السيجنال من 0 ل 1 بلس قيمته 2 لما يتوضع يبقى 4 دي تي يعني هيساوي 4 تي حدود التكامل من 0 ل 1 يعني هيساوي كام؟ 4 يبقى الاي 1 بيساوي كام؟ بيساوي 4 طيب هنيجي نحسب يا شباب الفاي 1 تي الفاي 1 تي هتساوي ايه؟ هتساوي الاس 1 تي الاس 1 تي اللي هي عباره عن ايه؟ 2 مش الاس 1 تي قيمتها 2 في البيريود اللي هي 0 1 طيب على جذر الاي 1 اللي هي جذر الاربعه يبقى معنى كده ان الفاي 1 تي يا شباب بتساوي ايه؟ بتساوي 1 عند قيم التي اللي اكبر من الصفر واقل من ايه؟ من 1 0 اصلا قسمت 2 على جذر 4 2 على 2 فيها ايه؟ فيها 1 طيب الفاي 1 لما حسبتها كانت ايه البيريود اللي حسبت عليها؟ مش من 0 ل 1 يبقى كان الفاي 1 في تي ب 1 عند قيمة تي اللي اكبر من الصفر واقل من مين؟ من 1 وب 0 صغير خلصت احسب عوض بقى بالاس 1 في تي يبقى الاس 1 في تي بتساوي ايه؟ هتساوي جذر اي 1 في مين؟ في الفاي 1 يعني لازم تجيب الاول فاي 1 عباره عن ايه؟ وبعد ما تجيب فاي 1 امس انت بقى الاس 1 اوف تي بدلاله مين؟ فاي 1 اوف تي، اس 1 اوف تي بدلاله فاي 1 هتساوي ايه؟ جذر اي 1 اللي هي على طول ايه بقى؟ 2 فاي 1 اوف ايه يا شباب؟ اوف تي يبقى الاس 1 اوف تي هي عباره عن 2 فاي 1 اوف تي يعني كانها فاي 1 اوف تي مضروبه في كام؟ في 2 طيب نعمل ايه بعد كده؟ كده انا جبت الفاي 1 وجبت مين؟ الاس 1 اوف تي خلي بالك كده راح حل مطلوب رقم بي لان هو في السؤال كان عايزها بيقول لك ايه؟ بيقول لك هات لي الاورثوجونال يونت اللي هي فاي 1 وفاي 2 وفاي 3 وبعد كده اكتب الاس 1 والاس 2 والاس 3 بدلاله مين؟ فاي 1 وفاي 2 وفاي 3 يبقى انا كده كتبت الاس 1 بدلاله مين؟ فاي 1 خلصت اعمل ايه بعد كده؟ اهو هجيب الفاي 2 هجيب الفاي 2 ازاي؟ بحسب الاس 2 1 اللي هو البروجيكشن بتاع السيجنال 2 على فاي 1 واحسب الايمج بتاعت السيجنال 2 وبعد كده اقعد في القانون بتاعه. هنروح يا شباب نجيب اس 2 1 اس 2 1 ايه القانون بتاعها؟ انتجريشن من 0 للبيريود كلها اللي هي تي اس 2 اوف تي في ايه؟ فاي 1 اوف تي دي تي هتساوي كده معايا شويه الحته دي الاس 2 اوف تي عباره عن ايه؟ بلس اللي هنشوف بتاعها كام؟ سالب 4 من موجوده من فين لفين؟ موجوده من تايم 0 لحد تايم 2 ده الاس 2 اوف تي المفروض دي هتضيف في مين؟ ها؟ فاي 1 اللي هي عباره عن بلس
امبليتيودها واحد موجوده من تايم كام لتايم كام؟ من زيرو لواحد. طب اضرب الفانكشن دي في الفانكشن دي، الفانكشن الجديده موجوده من كام لكام؟ موجوده من زيرو لواحد، امبليتيودها واحد. لما اضرب في نيجاتيف 4 هيديك ايه؟ يبقى حاصل دبل تو فانكشن هيديك بالس موجوده من كام لكام؟ من زيرو لواحد، امبليتيودها كام؟ يبقى حصل، يبقى الانتجريشن ده عباره عن ايه؟ مش انا عايز اجيب انتجريشن لمين؟ حصل الضرب. الامبليتيود بتاعها 2 ولا 1؟ شدي؟ الامبليتيود بتاعها 2 ولا 1؟ مين اللي بيقول ده؟ انا مش بضرب في اس 1، انا بضرب في مين؟ فاي 1. لما اضرب اس 2 اوف تي، فاي 1 اوف تي دي ده ناتج مين؟ ناتج المالتيبليكيشن. صح؟ طيب يبقى معنى كده ده هيبقى حدود التكامل بقى، ايه الاحتمال من كام لكام دلوقتي؟ 0 ل 1. تكامل من 0 ل 1. ليه بقى؟ اللي حصل الضرب اللي هو كام؟ نيجاتيف 4 دي تي. يعني هيساوي كام؟ نيجاتيف 4 تي من 1 ل 0 يعني كام؟ نيجاتيف 4. يبقى البروجيكشن بتاع 2 على 1 يساوي كام؟ نيجاتيف 4. ها في مشكله؟ بعد ما حسبت الاس 2 1 هو احسب مين؟ الانرجي بتاعت سيجنال 2. بعد كده احط القانون الفاضي. الانرجي بتاعت سيجنال 2 بتساوي ايه؟ انتجريشن. انتجريشن لمين؟ للسيجنال بقى، مالكش دعوه مش حاجه في حاجه، انتجريشن للسيجنال. طب السيجنال موجوده من كام لكام؟ طيب انتجريشن من 0 ل 2 ليه؟ السيجنال سكوير. السيجنال سكوير يعني كام؟ 16 دي تي. يعني هتساوي 16 تي. يدوي التكامل من 0 ل 2 يعني هتساوي كام؟ 32. معايا؟ بعد ما حسبت الاس 2 1 والفاي 2 اهو حتى بالقانون بتاعنا فاي 2 اوف تي، فاي 2 اوف تي بتساوي ايه؟ بتساوي الاس 2 اوف تي ناقص اس 2 1 في مين؟ حسبنا ايه؟ انتجريشن للسيجنال سكوير، وضع السيجنال واعمل انتجريشن. طيب انتجريشن من 0 ل 2 دي ماينس 4 دي سكوير اللي هي 16 بس. طيب هنرجع عشان بقى بعد ما حسبت الاس 2 1 والاي 2 عوض هنا في القانون، فاي 2 هتساوي اس 2 اوف تي ناقص اس 2 1 فاي 1 اوف تي على الجذر التابعي مين؟ الاي 2 ناقص اس 2 1 ايه؟ سكوير. شو ده القانون بتاعنا؟ اللي هي اطول من الاس 2 البوزيشن بتاعها على الفاي 1 في الفاي 1 على الجذر التربيعي بتاع التوتال انرجي ناقص الاس 2 1. يعني هتساوي الاس 2 اوف تي بتساوي كام يا شباب؟ تساوي نيجاتيف 4 ناقص الاس 2 1 طلع بكام؟ نيجاتيف 4. لا ثواني شوية لازم نفصل يا باشمهندس. طيب شوف معايا شويه. مش هينفع اجيبها كده. خلاص؟ لان الاس 2 اوف تي الفتره بتاعتها موجوده من 0 ل 2. الفاي 1 اوف تي الفتره بتاعتها موجوده من 0 ل 1. فما ينفعش اطلع دي ناقص دي. خلاص؟ فيبقى لازم اجيبها بالقانون العام. اللي هو القانون حدث من الوقت. ده هيجيلك في هندسة. ده حتة المفروض هي تكملة، هو قلت له ده في الجزئية الأولانية منها. يعني المفروض الكلام ده أساسا مقدمة، لأن المفروض لازم تاخد حاجة اسمها استيميشن للسيجنال. السيجنال لما تتبعت إزاي تعمل استيميشن للسيجنال، يعني لازم الحاجات دي أساسيات اللي بعد كده هتاخدوا فيها استيميشن. هو الدكتور ما تعملش استيميشن. يعني دي لسه تقل كبيره، مش مجرد ان انا كده هو ده المخرج، لا المفروض اساسا الشطه ده اول حته في الشطه. تكمله الشطه بقى اللي هو الاستيميشن بتاع السجن.
طيب شباب اطلع دي مني. كام جاز 32 ناقص الاس 21 اللي هي كام؟ اللي هي نيجاتيف اوف باس كويل. طيب نيجاتيف اوف باس كويل اللي هتبقى كام؟ 16. جاز 32 ناقص 16 اللي هي كام؟ 16. 32 ناقص 16 اللي هتبقى 16 اللي هتبقى كام؟ 4. يعني الكلام ده هيساوي تحت 4. تحت 4. هو هتساوي شويه في سالب 4. جبت في سالب 4 اطرح الاس 2 في منين؟ من حاصل ضرب اس 2 1 وفاي 1. هي مش الفاي 1 يا شباب، وواحد من 0 من 0 1، بس لما تيجي تحت كام؟ 1. لما اضرب الواحد دي في نيجاتيف 4 اللي هي الاس 2 1 دي كام؟ نيجاتيف 4 من كام لكام؟ من 0 لحد كام؟ 1. خلاص في مشكله؟ طيب يبقى معنى كده يا شباب ان الفاي 2 اوف تي بتساوي نيجاتيف 4 بس من كام لكام؟ لما اطرح ده من ده ده هيديك صفر. من اول فين لفين هيبقى ليها قيمه؟ من اول واحد لحد كام؟ 2. طيب يبقى هتبقى عباره عن نيجاتيف 4 على 4. نيجاتيف 4 على 4 يعني كام يا شباب؟ نيجاتيف 1. يبقى كان الفاي 2 اوف تي هي عباره عن نيجاتيف 1 عند قيم التي اللي اكبر من 1 واقل من كام؟ 0 صواريخ. لا وانا اخد السيجنال اس 1 وافترض ان الفيكتور بتاعها ده اول سيجنال مريون ده كان ايوه بالظبط. يعني كان هي مفيش فاي 2 لان هي مفيش الاس 1 هي مش موجوده في مين. يعني اعتبر كان الاس 1 هي عباره عن ايه؟ فاي 1. وبعد كده امسك الاس 2 اجيب اسقاط على فاي 1 واجيب مين؟ فاي 2. يعني كاني ببدا بواحده وانا عندي دلوقتي عايز واحده من اليونت. فبمسك واحده من السيجنال واعتبرها هي دي بدايه مين؟ دي اول يونت وابدا اجيب الباقي عليها. فاهم؟ طيب المهم يا شباب كده انا جبت مين؟ فاي 2 اوف تي عباره عن نيجاتيف 1 من 1 لحد كام؟ 2 و 0 ايه؟ اصغر. طيب بعد شويه ما جبت الفاي 1 عايزك تجيب لي الاس 2 اوف تي. الاس 2 اوف تي يا شباب بتساوي ايه؟ الاس 2 اوف تي هي عباره عن جذر 2 ناقص اس 2 1 سكوير اللي هو طلع بكام؟ 4. يبقى بتساوي 4 فاي 2 اوف تي. شباب مش عايز صوت. نعم. ساينس. يبقى هتساوي 4 فاي 2 اوف ايه يا شباب؟ فاي 2 اوف تي. طيب زائد مين؟ اس 2 1 فاي 1 اوف تي. طيب اس 2 1 بكام؟ سالب 4. يبقى معنى كده يا شباب ان الاس 2 اوف تي هي عباره عن نيجاتيف 4 فاي 1 اوف تي زائد 4 فاي 2 اوف ايه؟ اوف تي. يبقى انا كده جبت الريبريزنتيشن بتاع السيجنال اس 2 بدلاله فاي 1 وفاي مين؟ فاي 2. ناقص 4 ناقص ناقص 4 صفر. حد نقطة مين؟ حد نقطة واحد. نقطة واحد بتقول لي ناقص 4 ناقص 0 يبقى ناقص 4. حد نقطة 2 بعد كده بصفر. صفر ناقص صفر صفر. خلاص يا جماعة
طيب شباب عايزين مع بعض. طيب شباب عايزين بقى شباب اللي بيس 3 وكتير. سوري عايزين يا شباب فايت 3 وكتير. كده احنا جبنا فايت 1 وكتير جبنا فايت 2 وكتير. جبت الاس 1 بدلالة الفايت 1 وجبت الاس 2 بدلالة الفايت 1 ومين؟ فايت 2. عايزين بقى نجيب فايت 3. عشان هجيب فايت 3 هجيب ايه الاول؟ هجيب البروجيكشن بتاع الاس 3 على الفايت 1. بروجيكشن بتاع الاس 3 على الفايت 2. وبعدين الانرجي بتاعت مين؟ اس 3. طيب نيجي نجيب اول حاجه اس 3 1. اس 3 1 هتساوي ايه؟ انتجريشن من 0 ل تي. اس 3 3 اللي هي الجذر في 3 واصل اس 3 1 سكوير اصلا. اس 3 1 شباب بتساوي ايه؟ بتساوي اس 3 اوف تي مضروبه في مين؟ في فاي 1 اوف تي دي تي. هتعمل ايه؟ روح ارسم الاس 3. وبعدين روح ارسم الفاي 1. حصل دبل اتنين يا شباب هيديك ايه؟ هيديك بابس موجود عند ايه؟ موجود عند تايم 1 امبلتيودها كام؟ 3. يبقى مضرب اس 3 اوف تي في فاي 1 اوف تي هيديك بابس موجوده من 0 ل 1 امبلتيودها كام؟ 3. يعني انتجريشن ده هيساوي كام؟ انتجريشن من 0 ايه؟ ل 1 ليه؟ 3 دي تي. يعني هتساوي 3 تي من 1 ل 0 ل 1 يعني هتساوي 3. يبقى اسقاط 3 على 1 بيساوي كام يا شباب؟ 3. طيب هنروح نجيب اس 3 2. اس 3 2 اللي هي ايه؟ انتجريشن من 0 ل تي اس 2 اوف تي سوري اس 3 اوف تي في فاي 2 اوف تي. هتعمل ايه؟ هتروح برضه ترسم اس 3 وتروح ترسم مين؟ فاي 2. فاي 2 اللي هي موجوده من كام لكام؟ 1 ل 2 وامبلتيودها ايه؟ وامبلتيودها ناقص 1. ده مضرب دي في دي يا شباب هتديك فانكشن جديده. فانكشن جديده موجوده من كام لكام؟ موجوده من 1 نقطه 2. طيب 1 نقطه 2 قيمتها كام؟ نيجاتيف 3. مضرب 3 في نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 3. يبقى هتساوي انتجريشن من كام لكام؟ من 1 انتجريشن من 1 ل 2. حصل الدبل كام يا شباب؟ نيجاتيف 3 دي تي. يعني هتساوي نيجاتيف 3 تي من 1 ل 2 يعني هتساوي ايه؟ نيجاتيف 3. عشان اقول 2 ناقص 1 1. ها في مشكله؟ جبت الاس 3 2 هو هحسب مين؟ انرجي بتاع السيجما 3. انرجي بتاع السيجما 3 اللي هي انتجريشن. انا بكمل بقى السيجما انتجريشن من كام لكام؟ انتجريشن من 0 ل 3 للسيجنال سكوير هي 9 في تي. يعني هتساوي 9 تي من 0 ل 3 يعني هتساوي كام؟ 27. جبت الاس 3 1 والاس 3 2 والايه؟ والانرجي. هعمل ايه بعد كده؟ اهو هجيب فاي 3 اوف تي. فاي 3 اوف تي بتساوي يا شباب؟ الاس 3 اوف تي ناقص مين؟ اس 3 1 فاي 1 ناقص اس 3 2 فاي 2. الكلام ده كله على جذر مين؟ اي 3 ناقص اس 3 1 سكوير ناقص اس 3 2 ايه؟ سكوير. الاي 3 بكام؟ 27. والاس 3 1 بكام؟ 3 بس سكوير يبقى كام؟ 9 ناقص لسه 3 2 نيجاتيف 3 سكوير 9 27 ناقص 18 9 تحت الجذر 3. يبقى المقام بكام؟ 3 ناقص مين؟ ناقص البسط. هتجيب البسط ازاي؟ هو واحد واحد 3 سجنة من بسط. طيب
ثلاثة شباب، ادي ليست ثلاثة. اطرح الاس ثلاثة اللي هي ثلاثة من زيرو لحد سوين. اطرحها من مين يا شباب؟ اطرحها من حاصل ضرب اس ثلاثة واحد فاي وان. هي فاي وان من كام؟ مش موجودة من زيرو لحد واحد، وامبليتيودها كام؟ واحد. واحد لما اضربه في اس ثلاثة واحد هيديك مين؟ هيديك يونت اس ثلاثة واحد اللي هي كانت بكام؟ بثلاثة. يعني كانها هتبقى بلس قيمتها كام؟ ثلاثة. طيب هضربها مين؟ في الفاي 2. الفاي 2 اللي هي كانت عباره عن ايه؟ بلس موجوده من كام لكام؟ موجوده من واحد لحد اثنين، وكان امبليتيودها كام؟ ناقص واحد. لما اضرب ناقص واحد في الاس 3 2 اللي هي برضه ناقص 3، ناقص واحد ناقص 3 يديك ايه؟ 3. لما اطرح بقى الاثنين دول من بعض شايف هيديك ايه؟ 3 ناقص 3 ناقص 0 بصفر. 3 ناقص 0 ناقص 3 ب 0. 3 ناقص 0 ناقص 0 خلي بالك دي من 0 ل 1 ودي من 1 لكام؟ يعني كأن من 1 من 0 لحد ال 2 في عندك بلس قيمتها كام؟ 3. لما اطرح 3 ناقص 3 بصفر امتى هيبدأ يبقى لها قيمة؟ الحتة ده ناقص، مش دي موجودة من 2 ل 3 لكن هنا من 2 ل 3 في حاجة؟ يبقى 3 ناقص 0 بإيه؟ 3. يبقى الفاي 2 اوف تي هتساوي 3 من كام لكام؟ سوري الطرح ده كله بكام بقى؟ من 3 من تايم تي 2 لحد تايم تي بكام؟ ب 3. يعني كأنها بمعنى أصح بواحد عند قيمة تي اللي أكبر من 2 وأقل من 3 وب 0 8 أصور. في مشكلة لحد هنا؟ خلصت. يبقى ايه هي قيمة الاس 3 اوف تي يا شباب؟ اس 3 1 فاي 1 يعني 3 فاي 1 زائد اس 3 2 فاي 2. اس 3 2 طلعت بايه؟ ناقص 3. يبقى ناقص 3 فاي 2 ده كله طلع بكام؟ 3 زائد 3 فاي 3. في مشكلة؟ كده شباب خلصنا الجزء الثاني. Thank you.